السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. نتمنى من الله تكونوا في احسن حال وفي صحه جيده. الان حنا كنتواجدوا في حي ملويه اون فاس لثانويه ملويه اللي متواجده في بركان. عندنا واحد الشقه هنايا اللي فيها 57 متر مجهزه، راه في التروازيام. هي هذيك الشقه اللي كنشوفوها الان، هذيك هي ان شاء الله غادي نطلعوا ونشوفوا الشقه ديالنا اللي فيها 57 متر اللي جات في الطابق الثالث. زوينه تبارك الله، غادي نشوفوها ان شاء الله جميع. يلاه معنا، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو خوتي وتشتركوا في القناه باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. الشقه ديالنا اللي جات في التروازيام هي هذيك اللي فيها 57 متر. بسم الله على بركه الله. حي ملويه معروف في مدينه بركان. الدخله ديال الباب هي هذه كما كنشوفوا، الدخله تبارك الله متسعه. بسم الله على بركه الله، الدخله ديال الباب هي هذه كما كتشوفوا. الشقه فيها 57 متر، جات في الطابق الثالث، دروج تبارك الله متسعين، مضويين كما كتشوفوا. كل سكنه عندها السيفون ديالها فين يديروا الماء، يدير بلا ما يهودوا حتى لتحت الماء كما كتشوفوا. الدروج هو هذا. بسم الله على بركه الله. الشقه ديالنا هي هذه اللي فيها 57 متر، جات في التروازيام كما كتشوفوا. الدخله ديال الباب كاين هاد الاتصاله، كاين هنا الكوزينه. الكوزينه عندها السرجم ديالها يطلع على برا كما كتشوفوا، كيطلع على بركان تل الحرشه كما كتشوفوا. تبارك الله الجو زوين هنايا ان شاء الله. هذه ديك ثانويه ملويه. الكوزينه ديالنا عامره تبارك الله بها، بالبلاكارات بكل شيء مجهزه كما كتشوفوا، وكوزينه متسعه تبارك الله. هنايا صاله حتى هو عنده السرجم ديالو، كيطلع على برا تبارك الله كما كتشوفوا انتم. عنده البلاكار ديالو، الانستالاسيون ديال التلفازه، هنايا عندنا حمام هو غادي نشوفوه. حمام تبارك الله متسع كما كتشوفوا. الانستالاسيون ديال لاكليم كاين في الكوزينه هنايا. هذا بيت، ها هو بيت تبارك الله مجهز به بالبلاكار ديالو. ها هو البلاكار تبارك الله. الدار عاد جديده، يعني مازال ما بلي تشرات تسكنت غير مره. شوفوا القفص عندنا هنايا، السرجم يطلع على الضوايه، على الضوايه كما كتشوفوا. البلاكار هانتوما شوفوا المسائل تبارك الله. الزليج نقي، بالنسبة للمتراج فيها 57 متر. كوزينة تبارك الله متسعة كتطلع على ملوية، مدرسة ملوية ثانوية. هانتوما تشوفو تبارك الله شي حاجة اللي زوينة بزاف. انستالاسيون ديال لاكليم بكلشي ديالها، القفص ديالها كما كتشوفو. هانتوما التصميم زوين بزاف. كوزينة متسعة فيها الصالون في وسط الدار، يعني هذا الصالون، جوج ديال البيوت، حمام، كوزينة كما كتشوفوا، انستالاسيون ديال التلفازه، ديال لاكليم، ديال كلشي. غادي نحط لكم ان شاء الله التليفون، اللي بغى هاد الشقه هادي يتصل مرحبا. غادي نحط لكم حتى الثمن ان شاء الله هنايا، وراه كاين تفاوض، اللي عجبته هاد الشقه هادي يتصل بالرقم مرحبا. كما كتشوفوا الشقه ديالنا هي هادي اللي فيها 57 متر. عندنا بيت في السطح بها بالماء ديالها، بالطوب، كلشي ديالها. غادي نطلعوا ان شاء الله نشوفوا البيت اللي في السطح به بالانستالاسيون ديالو بكلشي. وكاين هنايا كل طبقه عندها السيفون ديالها فين يخوي الماء، يعني بلا ما تهود الماء حتى لتحت. كل طبقه عند بروميان دوزيام تروازيام كلشي عندهم هذا السيفون هذا.
ان شاء الله نشوفوا البيت اللي في السطح. السطح هو هذا، هنا كل طبقة كل شقة عندها البيت ديالها. هذه هي النمرة 5. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو فيه انستالاسيون ديال الماء ديال الضوء ديال كل شيء. هذه ديال الشقة اللي صورنا لكم. حي ملوية معروف في مدينة بركان، إحدى ثانويات ملوية. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو خوتي وتشتركوا في القناة باش إن شاء الله يوصلكم الجديد. دائما مع عبد اللطيف القنوري. حي ملوية معروف في مدينة بركان تبارك الله، أون فاس الحيط ديال المدرسة ثانوية ملوية.